يعملون في الليل من أجل أن يحموا النهار. أولئك الأبطال من يكافح الأشرار. الأبطال النعيم الأبطال الأبطال وبحلول الليل نحارب الأشرار ونقضي عليهم. ليس في ذلك خيار. الأبطال النعيم الأبطال الأبطال أبطال بلباس النوم. تمهل أيها الفتى القط. انظرا إلى كأس بطولة الفتى المتميز. أريد أن أفوز به لكن السباقات صعبة. البيضة والملعقة، ثلاث أرجل، الجري على الكرة. لو كانت سرعة القط معي فحتماً سأفوز بهذه الكأس. أما بسرعتي الطبيعية لا فرصة أمامي. الأسرع يفوز دوماً. لا تحتاج سباقات بطولة الفتى المتميز للسرعة. ألم تسمع بأن البطيء والثابت يفوز دوماً؟ مستحيل، الأسرع يفوز دوماً. كونر، تركض بالاتجاه الخاطئ. الكأس هنا في قاعة الرياضة. سأسبقكما إليها، هيا. الكأس، أين اختفت؟ انظرا، أثار أقدام محاربين نينجا. سرقها نينجا الليل، يجب أن نستعيدها. المقنعون الصغار سيخرجون لإنقاذ الموقف والناس نائمون. أقبل الليل على المدينة حيث يتأهب فريق شجاع من الأبطال لمواجهة أشرار الناقمين لردعهم عن إفساد نهاركم. تتحول أمايا إلى بوما أجل. يتحول غريغ إلى أجل. يتحول كونر إلى الفتى القط. المقنعون الصغار. انظرا، محاربون نينجا، لكن لما يتمرنون؟ حتما للأمر علاقة بالكأس المسروقة. إلى سيارة القط. نعلم بأنك أخذت كأس بطولة الفتى المميز، أعدها لنا. بالتأكيد أيها المقنع الصغير، إن تمكنت من التغلب علي في ثلاثة سباقات من يفوز يحصل على الكأس، وحتما أنا من سيفوز لأنني الأفضل. مستحيل، لا أحد يتفوق علي. أنا الفتى القط، أسرع بطل في الليل. إذن أهلاً بك في كأس تحدي التميز، حيث سأثبت أنا نينجا الليل بأنني أفضل متسابق في وقت الليل على الإطلاق. الفتاة لونا، ماذا تريدين؟ حسناً، ظننت أن هذا السباق السخيف بحاجة إلى حكم سخيف مثلي. شخص شرير كحكم؟ مستحيل، هكذا ستفوز. هذا صحيح، يمكنكم الموافقة أو الرفض. موافقون. مع سرعتي سنفوز، وستضطر لونا أن تعترف بهذا. ممتاز. إذن هاي، أين الكأس؟ أرغب في رؤيتها. ليس الآن، لكنك ستتمكنين من النظر إليها جيدا حين أفوز. أعثري على الكأس، لابد أنها لامعة وجميلة، وكل ما هو لامع وجميل لابد أن يكون لي. في السباق الأول يحمل كل متسابق بيضة حتى النهاية على ملعقة. فليفز المتسابق الأكثر شغباً. استعدا، ذهب، انطلق. قادم. حان وقت السرعة الآن، سرعة القط الخارقة. أيها الفتى القط، لا تسرع. الفتى القط.
الفائز المتفوق. يجب أن يطلقوا علي اسم النينجا الفائز. فزت في سباق واحد وبقي أمامي سباقان. خسرنا هذا السباق، لكننا سنفوز في التالي. حان وقت السباق الثاني. لكن كيف سنركض ونحن مربوطون معا هكذا؟ لا أعرف، يبدو سهلا بالنسبة لي. هي هذا غش. سأسمح بذلك. ماذا توقعتم؟ أنا شريرة. استعدوا، تأهبوا، انطلقوا. هل وجدت الكأس؟ استمري في البحث، أريدها. اسمع، نفذ قفزتك الخارقة في نفس الوقت الذي أطير به لنحمل الزاحف. فهمت، فقط أسرعا. عند ثلاثة، واحد، اثنان. أرجوك اصبر. أنا قوي لكنني لست قابلا للتمدد. لنعدها ثانية، لكن لا تسرع. حسنا، لننطلق في الوقت نفسه معا. واحد، اثنان، 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 إلى أن أقذفكم بقذائف اللاصقة. هذا نينجا يغش. لا تقلق، ما زلنا في السباق. عند ثلاثة، واحد، اثنان، ثلاثة، واحد، اثنان، واحد، اثنان، واحد، اثنان، واحد، اثنان. ماذا؟ واحد، اثنان. قلت هناك وقت للاستراحة. كنت محقة، سنفوز. لكنني انطلقنا بسرعة في الجزء الأخير. هيا. هاي أيها الفتى القط، كدنا نخسر. لم نخسر، لقد فزنا. أجل، أخبار سيئة نينجا. كان ذلك ذنبكم محاربي نينجا. حسن، نينجا الليل فاز بسباق، والمقنعون الصغار فازوا بسباق، لذا من يفز في هذا السباق الأخير سيحصل على الكأس. لا يمكن أن نخسر. وبما أنك لم تجد الكأس يا عديمة الفائدة، سأفعل بنفسي. اسمعوني، سأدخل السباق. لا تقلق نينجا، سأحرص على أن تفوز. إلا إن تفوقت عليه. لم تقل علينا أن نتسابق مع لونا. لسوء الحظ بوما، وافقتم على أن تكون الحكم، لذا هي من يضع القوانين. حسن، يتوجب على كل متسابق أن يتوازن فوق واحدة من هذه الكرات. أنا لا أحد يتوازن كالقطة. حسنا، لكن تذكر ببطء وثبات. استعدوا، تأهبوا، انطلقوا. خذ وقتك وسنفوز. إن أردنا الحصول على الكأس يجب أن أسرع. سرعة القط الخارقة. أنطلق بسرعة، لا يمكنني التوقف. أمسكي. أيتها المخادعة المحتالة، كان يجب أن أفوز. أوبس. الانطلاق بسرعة لم يساعدني بتاتا. إن أردنا استعادة الكأس فيجب أن أتحرك ببطء. حان وقت البطولة. هاي، لقد فاز كل منا بالسباق، لذا تعادلنا. نحتاج إلى تحد كبير وأخير، من يفز يأخذ الكأس. موافقان؟ حسناً، سنتسابق من هنا حتى قاعة الرياضة. وما هو المميز في هذا؟ أجل، لقد فعلنا ذلك بالفعل. فعلتموه وأنتم تحملون بيضة على ملعقة؟ هذا سهل للغاية. حسن، لكن بوجود محاربي النينجا فوق رؤوسنا سيكون هذا سهلاً. الفتى القط سيخفق مجدداً، لذا أنا سأفوز. مستحيل، سأفوز. Hee hee hee!
ببطء وثبات. ببطء وثبات، ببطء وثبات، بسرعة وإلا فستخسر أيها البطيء. هاي بسببي؟ أنت الغشاشة. أجل. شكرا لكم. هذه الكأس لوقت النهار، فلنهتف معا نحن المقنعون. أنقذنا الموقف والناس نائمون. هيا 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 كونر، هيا أجل. كونر هو الفائز، تفضل. ها؟ لا لا لا